سلام، كنتمنى هاد لا فيديو اليوم تلقاكم على خير. ان شاء الله غادي نخدموا واحد لا غوسيت ديال لي غوفر، اون غوسيت بلج، واحد لا غوسيت اللي هي ريوسيت فريمون. خصكم تجربوها، مذاق تيكستور ما تلطيوش. يلا وباش نبداو غادي ناخذوا العجانه، غادي نديروا فيها الدقيق، زبده حيوانيه، سكر حبيبات، الملحة، الخميرة فورية، عندي لا كريم فريش ديال الطياب، غادي نزيد عليها الحليب. راه أنا خدامة هنا بالحليب يو اتش تي، بغيتو تخدمو بالعادي خدمو بالعادي. الماء، وفي الاخير بيضه. غادي ندوز دابا باش نلونسي العجانه تعجن، وغادي نلونسيها باش تعجن ليا مزيان. غادي خصنا تجمع لينا مزيان، غادي نعاونها بيديا. اللي ما عندوش العجانه تقدر تعجنها غير بيديها، ولكن غادي خصها تعجن مزيان. ملي تعجنات العجينة مزيان غادي نحطها وغادي نخليها ترتاح لمدة ديال نصف ساعة، عاد غادي ندوز باش نكملو لا غوسيت. من بعد ما دوزت او لا ارتاحت العجينة مدة ديال نصف ساعة، غادي ناخدها ونشكلها على شكل كويرات. غادي نعبرهم، الوغ كل كرة غادي ندير فيها 80 غرام. ها هي الكره، وبنفس الطريقه حتى غادي نسالي العجينه كامله. من بعد ما كورت الكويرات، دابا هنا في هذه المرحله على قد ما خليتهم يخمروا على قد ما غادي يكون مزيان. غادي نغطيهم ونخليهم يرتاحوا انا واحد ساعتين حتى 3 سوايع، عاد غادي ندوزو باش نطيبوهم. دابا في هذه المرحله غادي ندوزو باش نطيبو لي غوفر ديالنا. راه با فورسيمون تشوفوا هاد لا ماشين، راه ماشي بالضروره تكون عندكم هاد لا ماشين باش تصدق لكم هاد لا غوسيت ديال لي غوفر. يكفي انه تكون عندكم لا ماشين المنزليه. الوغ اول حاجه كنبداو بها هي لا ماشين، كنطلقوها باش تسخن، كنشعلوها باش تسخن في لو ماكسيموم ديالها. وغادي ناخذ زيت المائده، غادي ندير البانسو ونبقى ندهن مزيان 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 في قناه كاملين بحال هكذا، باش ملي نحط لاباط ما تلصقش ليا في الطياب. حاجه واحده اخرى، هاد لي ماشين
باش يطول تطول الخدمه بيهم. ما عمركم ما تشدوا الجكس وتحاولوا تردوهم بيضين او تغسلوهم، هادو خاصهم ما يتقاسوش كاع بالموس، السنين ديالهم خاصهم شي يتقاسوا بالموس، راه اوفوا كتوشوهم بالموس غير قلبوا باش تشريو ماشين وحده اخرى. راه الغسيل ديالها راه غير كتمسح وصافي بحال هكا. غادي نتسنى لا ماشين تسخن، ملي توصل لو ماكسيموم ديالها في السخونيه غادي ندوز باش نطيب لي غوفر ديالنا اللي خليناهم يرتاحوا. الوغ ها هما لي غوفر ديالنا فاش خمروا مزيان، غادي نسد عليهم. الوغ هنا كيبان بلي راه لي غوفر ديالنا وجدوا، غادي نحيدهم بسم الله، وغادي ندير الاخرين باش يطيبوا حتى هما بنفس الطريقه. الوغ وبنفس الطريقه كما قلنا حتى غادي نكملوهم كاملين في الطياب. وهنايا غادي نكونوا صايب سالينا طياب ديال لي غوفر ديالنا، وغادي ندوزو باش نحطوهم في طبق التقديم. وهذا هو الطبق النهائي ديال لي غوفر اللي خدمنا اليوم مع بعضياتنا. هاد لي غوفر الا رديتو البال راه تقدروا تاكلوهم يا اما مالحين، سينو كما انا ديروا فوق منهم كراميل اولا شوكولا نوتيلا بانان فريز. فريمون اون ريسيت ريوسيت وكتجي بنينه بزاف. وهادي كانت الفيديو ديال اليوم، ريسيت ديال اليوم، كنتمنىها تكون عجبتكم. ما تبخلوش علينا بالضغط على زر جيم، ابوني، بارطاج، وحتى نتلاقاو.